السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله النهاردة نكمل توتوريال رقم 3 مادة دي 215 A. أول عنصر هنتكلم عليه Regulation. Regulation يعني تنظيم. أنا عندي حاجة اسمها Frequency Spectrum اللي هو عبارة عن جدول يشمل كل الترددات اللي موجودة عندي. لازم يحصل له تنظيم Regulation عشان نمنع الانترفيرنس أو التداخل ما بين الإشارات وبعضها. مثلا نمنع التداخل ما بين القنوات التلفزيونية أو تداخل ما بين الإشارات اللي مرسلة من أنظمة وايرلس مختلفة، لأنه مثلاً الواي فاي بيكون ليه فريكوانسي رينج خاص بيه، الموبايل بيكون ليها فريكوانسي رينج خاص بيها، وهكذا. يبقى إذن عشان نمنع التداخل ما بين الإشارات هنعمل ريجوليشن للفريكوانسي سبيكترم. طب مين اللي بيتحكم فيه أو مين اللي بيعمل ريجوليشن للسبيكترم؟ محلياً هيئة الاتصالات في كل دولة. على مستوى العالم بيكون في منظمة اسمها ITU اسمها International Telecommunication Union، هي عبارة عن منظمة أو جزء من منظمة الأمم المتحدة مسؤوليتها تنظيم الترددات على مستوى العالم. مثلا هي بتحدد الترددات اللي بتستخدم في أجهزة الجي بي اس أو الساتلايت كوميونيكيشن. كمان الحكومات كل دولة لوحدها من حقها تفرض قيود على الباور اللي تقدر الأجهزة تبعت بيها الإشارة. طبعا في رينج من الترددات مهمة عندي اسمه ISM. ISM اختصار كلمة Industrial and Scientific and Medical Frequency Bands، هو عبارة عن رينج من الترددات المجانية اللي بيتم استخدامه في الأغراض العلمية والمنزلية والصناعية. يعني مثلا على سبيل المثال، لو أنا رحت اشتريت جهاز زي تليفون لاسلكي، التليفون اللاسلكي ده هل محتاج إن أنا أروح لهيئة الاتصالات عشان تخصص لي ترددات معينة لاستخدامه؟ لا طبعا، هو المفروض إن هو بيستخدم رينج من الترددات اللي هي موجودة جوه الـ ISM. نراجع تاني، يبقى بيقول لي إن الـ Radio Frequency Spectrum بالرغم من إن هو large حاجة كبيرة، لكنه عبارة عن finite resource يعني مصدر أو مورد محدود. It needs to be shared effectively، لازم نعمل له عملية مشاركة بصورة فعالة ما بين الـ competing user. competing يعني متنافسين، لأنه في أنظمة مختلفة كتيرة كلها عايزة تستخدم الفريكوانسي سبيكترم. يبقى احنا دلوقتي بنعمل عملية ريجوليشن in order to عشان نعمل minimize للانترفيرنس. انترفيرنس يعني تداخل ما بين الإشارات وبعضها between signal through the regulation process. يبقى الهدف الأساسي لعملية اللي هو ريجوليشن إن نقلل الانترفيرنس ما بين الإشارات الناتجة من الأنظمة وبعضها. على الانترناشونال ليفل على المستوى الدولي، فالمفروض ان المنظمه اللي بتقوم بعمليه تنظيم او تنظيم الترددات بيسموها الاي تي يو، اللي هي اختصار كلمه انترناشونال تيليكوميونيكيشن يونيون، اللي هي عباره عن فرع من فروع منظمه الامم المتحده، ليها الباور او بيكون ليها السلطه انها تعمل الوكيت تخصص الترددات لاستخدامات معينه زي البابليك برودكاستنج او الساتلايت كوميونيكيشن والجلوبال بوزيشننج سيستم اللي هي انظمه تحديد المواقع عن طريق الأقمار الصناعية. كمان الحكومات، كل حكومة في دولة معينة من حقها أنها تفرض حد أقصى للباور اللي بتطلع من الجهاز. طبعا موضوع الباور ده، كل ما بتزيد الباور اللي بتطلع من الجهاز كلما أقدر أبعت الإشارة اللي موجودة عندي لمسافة أكبر، وبالتالي ممكن يحصل انترفيرنس مع الأجهزة الأخرى. يبقى إذن الجفرنمنت اللي موجود عندي may also impose limits، ممكن تفرض limits قيود على أقصى باور تطلع من الأجهزة. السبيكترم مانجمنت على مستوى الدولة محليا على اللوكال ليفل بيكون مسؤولية هيئة الاتصالات. Is the responsibility of individual country. هنيجي نتكلم على حاجة اسمها ISM. إذا الـ ISM اختصار كلمة industrial صناعي، scientific يعني علمي، medical يعني طبي، هي عبارة عن رينج من الترددات بيتم استخدامها مجانا unlicensed. أنا عندي نوعين من الترددات، يا إما لايسنس يا إما أن لايسنس. اللايسنس معنى كده إن أنا بروح وأدفع لهيئة الاتصالات رسوم لاستخدام الترددات ديت. يعني مثلا لو أنا عايز أفتح قناة تلفزيونية مثلا، فالمفروض إن أنا بروح لهيئة الاتصالات وأطلب منها إنها تخصص لي ترددات معينة وأدفع لها تكلفة سنوية. إنما في ترددات اسمها أن لايسنس أو الفري فري فريكونسيز. الفري معنى كده إن أنا بستخدمها من غير ما أدفع أي تكلفة. على سبيل المثال الترددات المستخدمة في الواي فاي اللي هي 2.4 جيجا هرتز، تردد المستخدم في المايكرو ويف
او الكوردلس فون التليفون اللاسلكي او الترددات المستخدمه في الاي اس ام. يبقى اذا ناكد تاني ان الاي اس ام هي عباره عن رينج من الترددات بتكون ان لايسنس او فري فريكوانسيز، بتشمل الرينج من كام لكام، من 2.4 جيجا هرتز اللي هو الرينج الخاص بالواي فاي، وكمان بيكون فيه رينج 5 جيجا هرتز برضه خاص باصدارات معينه من الواي فاي. نيجي نتكلم دلوقتي على مقارنه ما بين الشبكات السلكيه والشبكات اللاسلكيه. هو بيقول لي هنا in the context في سياق ال local area network what are the differences، ايه هي الفروق ما بين الوايرلس لان والوايرد لان من حيث استخدامهم للبيانات الارسال البيانات. اول حاجه هو بيقول لي هنا الاستقبال. لو انا دلوقتي عندي شبكه لاسلكيه، هو انا لازم اكون في متوصل على الشبكه اللاسلكيه او الوايرلس عشان استقبل اشاره، ولا لازم اكون في الرينج اللي هي بتغطيه؟ انا لازم اكون في الرينج او في المنطقه اللي بتغطيها الشبكه الوايرلس عشان استقبل الاشاره. انما في حاله الشبكه السلكيه اللي هي الوايرد لان، لازم يكون الجهاز متركب ومتوصل بسلك على الشبكه. يبقى اذا in order to receive عشان استقبل بيانات في الشبكه الوايرد نتورك، الديفايس اللي موجود عندي لازم يكون فيزيكالي كونكتد، متوصل فيزيائيا للنتورك. انما في حاله الوايرلس نتورك لا، ده المفروض ان انا بستقبل الاشاره طالما في نطاق المنطقه اللي بتغطيها الشبكه الوايرلس. يبقى هنا بيقول لي the data signal can be received، يمكن استقبالها by any suitable device within a range، اي جهاز له القدره على استقبال الاشاره طالما في الرينج الخاص بيها. بيقول لي انه في الوايرلس لوكال اريا نتورك الراديو سيجنال، اشارات الراديو اللي احنا بنستخدمها عشان نبعت الاشارات او الرسائل، دي prone to interference، بتكون معرضه للانترفيرنس. ليه؟ لانه بيكون في اكتر من سيستم بيستخدموا اشارات ممكن تكون بنفس الفريكوانسي. على سبيل المثال حضراتكم عندكم الواي فاي والتليفون اللاسلكي اللي هو بيسموه كوردلس فون والمايكرويف، كلهم بيستخدموا نفس الفريكوانسي رينج، ممكن يحصل انترفيرنس كمان ما بين البلوتوث وبين الزد بي. يبقى اذا في حاله الوايرلس لوكال اريا نتورك الراديو سيجنال ار برون، معرضه للانترفيرنس من مصادر الاخرى. انما في حاله الوايرد نتورك لا، ملهاش علاقه بيها خالص اصلا ومش هيحصل انترفيرنس. بيقول لي ان الوايرلس ترانسميشن اف كنترولد، بيتم التحكم فيه وتنظيمه عن طريق الحكومات، زي ما قلنا هيئه الاتصالات هي اللي بتحدد الترددات اللي بيتم استخدامها. الجهاز ده بيشتغل على تردد كذا، الجهاز ده بيشتغل على تردد كذا. حضراتكم عارفين اجهزه اللابتوب، اي جهاز لابتوب بيتم استيراده لازم نسخه منه تروح لهيئه الاتصالات السعوديه. هيئه الاتصالات السعوديه بتشوف الترددات اللي بيستخدمها الجهاز ده، هل هي مطابقه للمواصفات اللي هي بتستخدمها او المطلوبه ولا لا. لو مطابقه يبقى المفروض انها بتسمح باستيراد الجهاز، غير مطابقه يبقى بتمنعها. برضو حضراتكم تعرفوا انه في اجهزه مثلا بتسمح بالتجسس على اجهزه الاتصالات الخاصه بالشرطه او بغيره، طبعا ممنوع استيرادها. طيب نيجي نتكلم هنا، بيقول لي في كل واحده من النتورك سواء اللي هي الوايرلس لوكال اريا نتورك او الوايرد نتورك، فان الاشاره كل ما بتطلع من السورس بتضعف، بيحصل لها حاجه اسمها اتينيويشن. يبقى اذا in both type of network the strength اللي هي قوه الاشاره weakens، بتضعف the further كل ما بنبعد عن السورس بتاعنا. طيب سؤال تاني بيقول لي ايه هي ايه التحديات اللي بتواجهها كل من الشبكات السلكيه واللاسلكيه، يعني الوايرلس لوكال اريا نتورك والوايرد لوكال اريا نتورك لازم يحققوا ايه. فهو بيقول لي هنا what are the challenges، التحديات that are common اللي هي مشتركه لكل من الوايرد والوايرلس لوكال اريا نتورك. اول خطوه conformity with standard، لازم الشبكتين يكونوا مطابقين للمواصفات والمقاييس القياسية. يعني مثلا دلوقتي لو انا عندي اجهزة والاجهزة دي غير مطابقة للمواصفات القياسية، معنى كده انها مش هتشتغل مع بعضها. يبقى هنا بيقول لي conformity with the standard is required and the network equipment، الاجهزة اللي موجودة في الشبكة لازم تكون interoperable between various vendor يعني بائع. والنقطة ديت عايز يقول فيها إيه؟
عايز يقول فيها إن أنا ممكن أبني الشبكة اللي موجود عندي باستخدام أجهزة من شركات مختلفة. يعني أنا مثلا محتاج يكون عندي سويتش من شركة سيسكو، وراوتر من شركة هواوي، وسيرفرات من شركة اتش بي. كل الأجهزة دي المفروض إنها تكون مطابقة للمواصفات القياسية العالمية، بحيث إنها تقبل تشتغل مع بعضها. وإلا ممكن مثلا تيجي تقول لي والله ده الأجهزة دي ما بتشتغلش مع بعضها، يعني لازم تكون الكومبوننت أو مكونات الشبكة الخاصة بيك من إنتاج شركة إكس واي زد وفقط. طبعا ده ما بيحصلش. النقطة التانية أدريسنج سيستم، سواء في حالة الوايرلس لوكال أريا نتورك أو الوايرد نتورك، لازم يكون فيه نظام لعنوانة الأجهزة. كل جهاز لازم يكون ليه أي بي أدرس وماك أدرس عشان أقدر أبعت له بيانات أو أستقبل منه بيانات. يبقى إذا الـ Addressing System is required to ensure عشان نضمن إن الـ Data reaches the correct destination، إن الـ Data اللي موجودة عندي هتصل للـ Destination المطلوب. نيجي نتكلم على الـ Access Control Method. Access يعني وصول، Control يعني التحكم، يعني طريقة التحكم بالوصول الوسط. الفكرة كلها إن أنا عندي Medium، يعني عندي ترددات، عندي سلك. الميديوم او السلك دوت المفروض انه اكتر من جهاز بيستخدموه. طب كلهم يستخدموا السلك في نفس الوقت؟ يعني كلهم ينفع يبعتوا بيانات في نفس الوقت؟ لا. طيب افرض ان اتنين حاولوا يبعتوا بيانات في نفس الوقت، هيحصل مشكلة اسمها كوليجن. طب ايه رد الفعل بتاع الاجهزة بعد مشكلة الكوليجن؟ هنعرف بعد كده. فمين اللي بينظم العملية ديت اللي هي الاكسس كنترول ميثود؟ الاكسس كنترول ميثود از ريكوايرد to manage sharing resources عشان تنظم عملية مشاركة الميديم ما بين اليوزرز. كمان بيكون في طريقة عشان نقطع الداتا اللي موجودة عندي. أنا لما أجي أبعت رسالة إيميل، فالمفروض إن الإيميل بيطلع مني مش قطعة واحدة، لا ده بيتقطع لأجزاء لباكتس، وبعدين بينبعت في مسارات مختلفة لغاية ما يوصل للديستنيشن. الديستنيشن دوت أو الهدف وظيفته إن هو يجمع الأجزاء ديت مع بعضها ويعرض الرسالة. يبقى كمان requirement انه يكون فيه methods for splitting، ان انا اقطع ال long messages into smaller chunk، اجزاء صغيرة كل واحدة منهم each transmitted separately، بتنبعت في مسار مختلف وبيحصل لها reassembling. reassembling يعني يعاد تجمعها عند destination. النقطة 4 the need to support enough data rate، لازم السيستم اللي موجود عندي او النتورك سواء wireless local area network او wired local area network تدعم بيت ريت مختلفة، تدعم سرعات مختلفة لنقل البيانات. يعني السرعة بتاعتها مثلا ممكن تكون 100 ميجا بيت بير سكند أو 1000 ميجا بيت بير سكند أو 10 جيجا بيت بير سكند على حسب الأجهزة. need for quality of service، لازم النتورك اللي موجودة عندي تكون support لأنواع مختلفة من الـ quality of service على حسب البيانات اللي بتتنقل. مثلا لو كانت تكست او اوديو او فيديو بيكون لها اعدادات معينه. recovery from errors if exist، لازم يكون في امكانيه التعامل مع الاخطاء واصلاحها لو حصلت. نركز كلامنا بقى دلوقتي على الوايرلس لوكال اريا نتورك. فهو بيقول لي ان الوايرلس لوكال اريا نتورك هو مصطلح بيوصف الشبكات الخاصه بالواي فاي. الواي فاي بتستخدم عيلة من البروتوكولات اسمها IEEE 802.11. دي فيها إصدارات، مثلا فيه الـ B وفيه 802.11G والـ N وفيه الـ AC. كل واحد منهم بيكون ليه تردد معين بيستخدمه، بيكون ليه بيت ريت، بيكون فيه حاجة اسمها موديوليشن ميثود. يبقى هي عبارة عن رينج من الترددات اللي احنا بنستخدمها في الواي فاي. طيب الـ 802.11 دي هي عبارة عن المواصفة القياسية الخاصة بالواي فاي، زي ما قلت لحضراتكم في أشكال مختلفة منها. لو أنا كنت بتكلم عن الإيثرنت، الإيثرنت مقصود بيها الشبكة الوايرد لوكال أريا نتورك، فأنا حاجة أقول إن البروتوكول اللي أنا بستخدمه 802.3. لو أنا بتكلم عن الواي فاي يبقى المفروض إنها 802.11. مثلا عشان توضيح، البلوتوث 802.15، الواي ماكس تقريبا 802.20. طيب سؤال تاني بيقول لي in the context of network communication what is a standard. ف
في سياق النتورك كوميونيكيشن، يا ترى هي كلمة ستاندرد يعني ايه؟ وليه احنا محتاجين ستاندرد؟ كلمة ستاندرد هي عبارة عن مواصفات فنية أو قياسية أو اتفاقيات أو مواصفات بتحدد طريقة استخدام التكنولوجي، وبتحدد طريقة تعامل التكنولوجي ديت مع باقي الأنظمة. مثلا بتحدد لي الفولت اللي أنا محتاجه، الإشعاع اللي بيطلع من الجهاز، كمان بتحدد لي طريقة التواصل ما بين الجهاز دوت وما بين الأجهزة الأخرى. يبقى إذا كلمة ستاندرد عبارة عن formal يعني رسمي، formal document containing an agreed norm or equipment requirement. يبقى المفروض ان المواصفة القياسية هي عبارة عن ورق رسمي بيكون جواه المواصفات الخاصة بتعامل الجهاز ديت او التكنولوجي ديت مع بقية الأنظمة. الستاندرد بتعرف لي الميثود الطرق، كريتيريا اللي هي المعايير، والبروسيس والبراكتسز المرتبطة بسبيسيفيك تكنولوجي. ستاندرد بتسمح بوجود حاجة من الانتر اوبرابيلتي بين ديفرنت برودكت، يعني لو انا عندي منتجات من شركه اكس واي وزد وان، والاجهزه دي كلها بتتبع مواصفات قياسيه معينه، فالاجهزه دي كلها تشتغل مع بعضها عادي مفيش مشكله طالما هي مطابقه لستاندرد معينه.